سنتحدث في هذه الليلة المباركة عن معجزات حدثت في هذا الزمان. قد يقول البعض أن المعجزات حدثت في الزمان الأول عهد الأنبياء وما إلى ذلك والوصي والأولياء، لكني أقول أن هناك معجزة حدثت، وأين؟ في اليمن. سبحان الله، يخرج الحي من الميت. أقول أن هذه المعجزة أنه عندما جاء العدوان الصهيوني يمني أمري سعودي على إخواننا الحوثيون أنصار الله شيعة الشوارع، وأقول أن شيعة الشوارع هذه قد يقول البعض أنها مذمة، لا، أخس من المذمة، أي نعم، ولكنهم من أتباعنا وأوليائنا. فنقول أنه عندما كان الطيران الصهيوني الأمريكي يضرب على الحوثيين، على من؟ على بدر الدين؟ لا، على حسين الدين؟ لا، على من يا أخي؟ لا لا الدين لا حد الدين لا 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 على عبد الملك. والله ما كنت متوقع خيانة تولي. كنت هذا الشخص بالذات ما كنت متوقع انه يكون هكذا. هنيئا لكم بهذا الشعب العرضى يا حوثي، والله ما نقبلك عندنا قدك داري. على العموم، ولكنها إرادة الرب. قال عندما ذهبوا إلى أين؟ إلى الجرف. الجرف يعني الكهف. فدخلوا إلى الكهف، هم منهم تسعة أنفار. فكانوا عندما دخلوا هربوا من ماذا؟ من الطيران. نعم، كان الطيران هذا يضرب لما يخرج الماء من تحت رجلهم. فعندما هربوا إلى الكهف ماذا حدث؟ يا عجربه. عندما كانوا فإذا به تخرج لهم من مكان ما من الكهف عقربة، مو هيك عقربة، لا هيك عقربة. فكانت عندما جاءت رأوها أصحابه فقالوا إنها عقربة، وكانوا يقتلوها فتعود مرة أخرى ولا يستطيعوا أن يقتلوها لزيادة السم ذي فيها. جعل سم، لا نريد أن نغني في هذا الموقع بالذات، ولكننا سنقول أنه عندما جاءت العقربة هذه قالوا سيقتلها. قال لهم عبد الملك دعوها. فإذا بها تلقوصهم على واحد على حد ونص. على العموم، فماذا حدث؟ قالوا سنقتلها. فقال دعوها فإنها مأمورة. فإذا بها تتوجه إلى عبد الملك شخصيا وغمزت له، فعرف السر، فقال إن هذا المكان ليس بمكاننا. قالوا فبمكان من هذا؟ قال دعونا فإنه لها وهي مأمورة، هيا بنا نخرج. فإذا بهم يخرجون من الجرف ومن الكهف ومن البفك، فمشوا حوالي 500 متر فإذا بالطيران الصهيوني أمري سعودي يمني يقصف الجرف. فيا اللهم صلي على آل محمد.